بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فعنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو أحب الكلام. ونعني بأحب الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وإلا فكلام الناس أحبه إليهم ما كان فيه اللغو وما فيه البغي والظلم ربما، على حال أكثر الناس في الأرض. ولذا عباد الله، فإننا نعيش ذلك ربما في هذه الأوقات وفي هذه الساعات أكثر من أي وقت مضى ومن أي ساعة فاتت. فالناس أكثر كلامهم وأحب كلامهم منصب على الأحداث، من الرئاسة ومن السياسة وغير ذلك، ولا جرم في ذلك في العموم وفي الجملة، فإن ذلك من القضايا التي تشغل المسلم في دينه ودنياه. لكن الذي نعنيه هو انشغال الناس بالكلام الذي يطغى عليه الغفلة والبغي والظلم. كم من عابد غفل عن عبادته في هذه الأيام وهذه الساعات، كم من ذاكر غفل عن ذكره وأذكاره وأوراده في هذه الأيام. ولذا عباد الله، فما أحوجنا في خضم هذا الكلام الذي هو أكثره على أحسن الأحوال من باب المباح، أن نذكر أنفسنا بفضائل كلام الله سبحانه وتعالى. وأحب كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، وأحب كلام الله سبحانه وتعالى الذكر، أي أن تذكره. ولذا عباد الله، فإننا نعيش اليوم
مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا من خلاله صلوات الله وسلامه عليه إلى أحب الكلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بأيهن بدأت لا يضرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحب الكلام إلى الله أربع، أي هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا باعتبار كلام الناس ثناء على الله، وإلا فالقرآن هو أحب الكلام، ثم يأتي بعده في المرتبة الذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. وأحب الذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى هو ما جاء في هذا الحديث: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع لها من الفضائل الكثير، نسوق على مسامعكم بإذن الله تعالى في حديثنا هذا عشر فضائل لهذه الكلمات الأربع. وقبل أن نسوق هذه الفضائل، نذكر في جملة مختصرة بيان هذه المعاني التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، أي أحب ما يتكلم به الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله. وسبحان الله في جملة مختصرة هو تنزيه الله عن كل ما يليق به مما نسبه إليه الكافرون والمبطلون كالولد والفقر ونحو ذلك. فسبحان الله أنت تنزه بها ربك سبحانه وتعالى عما قاله المشركون وأهل الضلال والبدع بما لا يليق في حق الله تعالى. والحمد لله، إثبات الكمال لله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، فإنك تحمد ذلك وتصف ربك بأعظم ذلك، وهو الحمد المستغرق لكل معانيه، والذي يكون منك بالثناء على الله باللسان ومداره على القلب بعد ذلك. فتحمد ربك سبحانه وتعالى، أي تثني عليه بلسانك من خلال ما تعتقد في قلبك. ولا إله إلا الله المعبود المطاع المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله التي كانت من أجلها الخصومة، وأنزلت من أجلها الكتب، وأرسل من أجلها الرسل، وبها يكون الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والعياذ بالله. لا إله إلا الله. والله أكبر، إثبات للأكبرية لله عز وجل، أنه أكبر من كل شيء، أكبر من المال، أكبر من البنين، أكبر من النساء، أكبر من السلطان، أكبر من الدنيا، أكبر من السماوات والأرض، أكبر من كل شيء. فكل شيء دون الله عز وجل. وأما فضائل هذه الكلمات التي نحتاج من خلالها إلى الرجوع إلى أحوالنا وأذكارنا، أو على الأقل التنبه من غفلتنا في خضم الكلام والأحداث والتحليلات وغير ذلك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر. أما أول هذه الفضائل فهي أنها أحب الكلام إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنها أحب الكلام إلى الله فحديثنا الذي عليه مدار الحديث يدل على ذلك. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما أنها أحب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا خير صلى الله عليه وسلم بين كلام الثناء وكلمات الثناء على الله وذكره، كانت هذه أحب الكلمات إليه صلى الله عليه وسلم، بل كانت هذه الكلمات أحب إليه صلوات الله وسلامه عليه مما في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وتأمل أخي المسلم كم من الفضل يفوتنا وكم من الخير نضيعه من خلال غفلتنا عن هذه الفضائل. إن هذه الكلمات الخفيفة يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أحب إليه هو صلوات الله وسلامه عليه، الذي ميزان الحب للأشياء يقوم عليه هو صلى الله عليه وسلم، وكذلك البغض. فيقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن فضائل هذه الكلمات الأربع أنها مكفرات للذنوب. أي نعم، كلنا أصحاب الذنوب وكلنا أصحاب أخطاء، منها ما يعلمه الناس ومنها ما لا يعلمه إلا الله، وكلنا في حاجة إلى تكفير لهذه الذنوب. وهذا باب من أيسر الأبواب يكفر عنا الذنوب والمعاصي بهذه الكلمات الأربع اليسيرة التي ينطقها العبد يكفر بها عن ذنوبه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة يابسة فضربها النبي صلى الله عليه وسلم بعصا فتساقطت أوراقها كثيرة جدا، فقال لمن حوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقولها العبد تساقط ذنوبه كما يتساقط ورق هذه الشجرة، تساقط ذنوبه كما يتساقط ورق هذه الشجرة. انظر، إنها كلمات خفيفة على اللسان يكفر الله عز وجل لنا بها الكثير من الآثام. ومن فضائل هذه الكلمات الأربع أنها كذلك جنة لنا من النار، أي حصن من النار، وكذلك هي من الباقيات الصالحات، أو هي الباقيات الصالحات. إن هذه الكلمات تحصنك من النار. انظر، إنك إن أكثرت من هذه الكلمات كأنك قد بنيت من حولك حصنا لا تصل إليك النار بسببه، كما يتحصن الإنسان من عدوه في حصنه الذي يتحصن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يجلس بين أصحابه، قال: خذوا جنتكم، أي
اصنعوا تحصينات. فقال رجل من أصحابه أو من عدو حضر يا رسول الله، أي نقوم الآن نبني التحصينات فنتحصن في داخلها من عدو حضر، أي هناك عدو حضر إلى أرضنا، نقوم نتحصن داخل الحصون منه؟ قال لا، ولكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جنة لكم من النار، جنة لكم من النار، حصن يتحصن به الإنسان من النار. وهن الباقيات الصالحات، جنة من النار. في يومك أنت وأنت تذكر هذه الكلمات أنت تبني الحصون من حولك لتتحصن من عذاب الله في الآخرة. وهن الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات، قد ذكر الله عز وجل ما ذكر فيهن في القرآن، أنهن خير من الولد ومن المال، وهذه أحب الزينات للإنسان في الدنيا. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات خير من أولادنا، خير من أموالنا. وهذه الباقيات الصالحات يفسرها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: وهن الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خير من الولد، خير من المال، خير من الدنيا. انظر إذا أكثرت منهن في يومك وليلتك. ومن فضائل هذه الكلمات كذلك أنهن يذكرن صاحبهن عند العرش. انظر، الناس في الحياة الدنيا يحبون الذكر، وكل النفوس تميل إلى ذلك، حتى نفوس الصالحين يحبون أن يذكروا بالخير. ولذا فإن الله عز وجل حرم الرياء، أي أن يسعى الإنسان إلى ذلك رياء، وذلك لأن النفوس تحب ذلك وتميل إليه، أي أن تذكر عند غيرها بالخير. وهذا شيء في الناس جميعا، يحبون أن يذكروا عند غيرهم بالخير: فلان يفعل كذا من الخير، فلان له من المحامد كذا، فلان عنده كذا من الخيرات ونحو ذلك. وكلنا نحب ذلك، إلا أن يكون بالحرام فتحتاج النفس إلى المجاهدة، أي الرياء. وهذه الكلمات عباد الله اليسيرات تجعل لك الذكر، وليس هذا الذكر كأي ذكر، فإن أعظم الذكر عند الناس يكون بين الناس، لا، بل هذه الكلمات تكون لك سببا في أن تذكر في الملأ الأعلى، تذكر حول العرش، تذكر من الملائكة حول العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يذكرن صاحبهن عند العرش فيكون لهم دوي كدوي النحل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر، إن هذه الأذكار اليسيرة أنت تذكر بها الآن، لو ذكرتها تذكر بها عند العرش، فتذكرك ملائكة الرحمن حول العرش وتثني عليك: لا إله إلا الله،
إن كثيرا من الناس يهلك نفسه في الحياة الدنيا لأجل أن يذكر في وسيلة من وسائل الإعلام، بل والله قد رأينا جميعا لا سيما في أيامنا هذه من يبيع دينه لأجل أن يخرج على وسائل الإعلام ويتكلم أو نحو ذلك، أن يكون مشهورا يعني، فيبيع دينه، كهذه الأسماء التي سمعنا عن كثير منها، أبو حامد وكذا وفلان وعلان، الذي يضيع القرآن الذي كان يحفظه لأجل أن يذكر عند الناس، وأمثال ذلك كثير نراها في كل ساعة في فجرة الإعلام، والعياذ بالله، الذين يتسلطون على العباد والبلاد، يبيعون دينهم من أجل أن يذكروا. فهذا أعظم الذكر لك، أن تذكر عند ربك سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، وتذكرك الملائكة حول العرش عند الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل كذلك هذه الكلمات ما فيهن من الثواب والأجر العظيم لك في ميزانك في الدنيا، لا سيما عند العجز والكبر. إن هذه الكلمات لها من الفضل عند الله عز وجل الأجر الكثير الذي يغيب عن كثير منا معرفة قدر هذا الأجر الوفير، ولا سيما في وقت العجز والكبر، فالإنسان قد يصاب بالأمراض التي تعجزه عن كثير من العبادات، وقد يكبر سنه فيعجز عن كثير من العبادات والأعمال والمهمات التي بها ينال الأجر، فيضعف عن الجهاد، ويضعف عن كثرة الصيام أو القيام وغير ذلك، بسبب كبره أو بسبب مرضه. ها هي الكلمات اليسيرات تعوضك عن ذلك بإذن الله تعالى. جاءت أم هانئ رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد كبر سني وضعفت بدني، فدلني على عمل أعمله وأنا جالسة. إنها قد ضعفت عن القيام وقل جهدها بسبب كبر سنها، فلا تستطيع القيام ولا الصيام ربما، فقالت: دلني على عمل أعمله وأنا جالسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: سبح الله 100، يكون ذلك لك كعتق 100 رقبة من بني إسماعيل، واحمد الله 100، يكون ذلك لك كمئة فرس مسرجة ملجمة تخرجينها تقاتل في سبيل الله، وكبر الله 100، يكون ذلك لك كمئة بدنة تتقربينها بها إلى الله سبحانه وتعالى، واحمد الله 100، وكبر الله 100، وهل لله 100، يكون لك بذلك ما لا يكون لأحد إلا من سبقك بالعمل في يومك هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن 100 تسبيحة و100 تحميدة و100 تهليلة و100 تكبيرة في يومك تعوض العجزة والضعف الذي أصابك من كبر أو مرض، ف
فمنعك من صيام أو قيام أو جهاد أو عمل من أعمال الدين والخير، تعوض ذلك بمئة تسبيحة ومئة تكبيرة ومئة تهليلة ومئة تحميدة، ويكون لك بها هذا الأجر العظيم، تعتق مئة رقبة، تعتق مئة رقبة، والرقبة الواحدة قد جاء الدليل على أن من أعتق رقبة أعتقه الله من النار، ومن أعتق نصف رقبة أعتق الله نصفه. فكيف إذا أعتقت مئة رقبة في يومك بمئة تسبيح ومئة تهليلة ومئة تكبيرة ومئة تحميدة، تنال بها هذه الفضائل؟ مئة فرس تقاتل في سبيل الله، أو مئة بدنة تقربها إلى الله عز وجل. ونحن الذين ربما ننتظر من العام إلى العام لنتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية، فها هي مئة بدنة في يوم واحد تقربها إلى الله عز وجل بمئة تهليلة. فهذه الكلمات اليسيرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائل هذه الكلمات أنها من المثقلات في الميزان يوم القيامة، إنها تثقل الميزان يوم القيامة على أعظم ما يتمنى العبد، حتى عجب النبي صلى الله عليه وسلم لأثر فعلها في ميزان العبد يوم القيامة. إنك إن أكثرت منها زاد ميزان حسناتك عند الله يوم القيامة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب في أصحابه، فقال وقد أشار بأصابعه الخمسة، قال بخ. وهذه الكلمة تقولها العرب عندما تعجب بالشيء، قال بخ. ثم قال صلى الله عليه وسلم خمس يثقلن ميزان العبد يوم القيامة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وولد العبد يموت في حياته فيحتسبه عند الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من أجرها وفضلها وأثرها في الميزان عند الله يوم القيامة. بخ. ثم كذلك يوازيها صلى الله عليه وسلم بأجر مصيبة العبد في ولده، بل كما قال صلى الله عليه وسلم على ما تذكرت لفظ الحديث، قال وموت ولد العبد الصالح يحتسبه عند الله، أي يموت ولدك الصالح، وهذا يكون أشد ألما على نفس الإنسان. فإن ربما لو مات الولد الطالح لربما استراح الأب من ذلك، لكن إذا مات الولد الصالح آلم ذلك قلب العبد وقلب الأب ألما شديدا. كثير من الناس ربما لا يصبر على ذلك، فيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أجر هذه المصيبة يعدله أجر هذه التسبيحات، بل التسبيحة الواحدة منها ليست في جملتها، قال سبحان الله أي واحدة، والحمد لله أي واحدة أخرى، ولا إله إلا الله ثالثة، والله أكبر رابعة، وولد العبد الصالح يموت فيحتسبه العبد، أو كما قال.
انظر إن التسبيح التي يسبحها العبد يرافقها ويرفقها بهذه الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، توازي في الأجر مصيبة العبد في ولده الصالح بموته واحتسابه لذلك. كلمات يسيرة عباد الله لها من الفضائل العظيمة الكثير، ومن هذه الفضائل أيضا أن هذه الكلمات اليسيرة علينا وعلى ألسنتنا والتي لا تستغرق وقتا، من فضائل هذه الكلمات أن الإنسان إذا عمر عمره وحياته بها سبق المجاهدين. أي والله سبق المجاهدين؟ لا، بل سبق كذلك الشهداء. انظر إن الذي يعمر عمره بهذه الأذكار وهذه الكلمات يسبق الشهيد في الأجر والفضل. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، يقول: جاء ثلاثة نفر من عذرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفيني هؤلاء؟ أي قد أسلموا وآمنوا لكنهم كانوا فقراء، فقال: من يكفيني هؤلاء؟ قال طلحة: فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكانوا عندي. أي جعل لهم طلحة رضي الله عنه بيتا يبيتون فيه، وكفلهم بالطعام والشراب والمؤنة رضي الله عنه. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فقتل واستشهد. قال: ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعده بعثا فخرج الثاني فاستشهد. قال: ثم مكث الثالث مدة ثم مات على فراشه. قال: فرأيت فيما يرى النائم الثلاثة عند باب الجنة، وقد تقدم الأخير الذي مات على فراشه فأدخل الجنة، ثم تبعه الثاني الذي خرج في الغزو الثاني، ثم تبعه الثالث الذي مات أولا. قال: فعجبت من ذلك، فلما أصبحت جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: من أي شيء تعجب؟ من أي شيء تعجب؟ ليس للعبد أفضل من عمر يعمره في الإسلام بتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره، ليس للعبد أفضل من عمر يعمره في الإسلام بتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره. أي هذا هو الذي فصل وفرق بين الثلاثة. إن الثالث الذي مات على فراشه سبق الشهيدين، سبقهما بماذا؟ بطول الأجل الزائد عنهما الذي عمره بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. انظر يا عبد الله كم يكون قدر الساعة في عمرك عند الله يوم القيامة. إن العمر المديد الطويل في ذكر الله يجعلك تسبق الشهداء، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وحسن العمل من أحسنه ذكر الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن فضائل هذه الكلمات أنها صدقة الفقراء. أي نعم، إن كثيرا من الناس لا يقدر على التصدق بالمال، فلربما نظر إلى الأغنياء فوجد منهم من يتصدق بالمال فيحزن لذلك، أي يحزن لفقره وعدم قدرته على إخراج المال للفقراء والتصدق عليهم. وهو عمل جليل تحبه نفوس المؤمنين، الإخراج والتطهر بإخراج المال للفقراء والمساكين ووجوه الخير. فعند ذلك عباد الله يكون العوض هو هذه الكلمات: فلا تحزن أيها الفقير إن عجزت عن التصدق على الفقراء، فلقد أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى العوض الذي يعوضك عن ذلك. جاء بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لنا إخواننا الأغنياء قد سبقونا بالأجور والدثور، فلهم فضل مال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يتصدقون منهم، أي هم يساووننا في الصلاة في الصيام، لكنهم زادوا علينا بما لهم من المال فيتصدقون ولا نتصدق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تساوونهم في ذلك، ولا يسبقكم في ذلك إلا من عمل ما هو أكثر منكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي أنكم إذا قلتم هذا الذكر ساويتم الأغنياء، ولا يسابقكم ويسبقكم في ذلك إلا من عمل أكثر منكم. ولذا أيها الفقير لك هذا الفضل فلا تغفل عنه. إننا ربما لا يقدر كثير منا على التصدق، فأكثر من التصدق على الفقراء بهذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائل هذه الكلمات اليسيرات الأربع أنهن غراس الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الجنة عباد الله التي تشتاق إليها نفوس الصالحين، الجنة عباد الله التي يتصبر بها أهل الإيمان والإسلام في هذه الحياة الدنيا على بلائها ولأوائها وشقائها وتعبها. الجنة عباد الله، إنك إذا أردت الجنة فاعمل لها، وإن مما يعمله الإنسان للجنة لأجل أن ينالها أن يغرس فيها وأن يجعل فيها من الغراس الذي يضعه هو بيده ما جعله الله عز وجل له وهو في الدنيا. فالجنة عباد الله قيعان، أي أرضها خضراء مستوية
لا أشجار فيها، أي هذا الذي جعله الله لها في أول ما خلقها، جعلها قيعان خضراء مستوية لا أشجار فيها. لكن من أين هذه الأشجار التي ستكون في الجنة؟ من أين هذه الغراس التي ستكون في الجنة إن شاء الله تعالى للمؤمنين؟ إن هذه الغراس تكون بزرع المؤمنين وغرس المؤمنين لها وهم في الدنيا. إنك في الدنيا تغرس جنتك بغراسك، إنها قيعان، وأنت الذي تغرس فيها في كل ساعة، تغرس فيها زرعك ونخلك وشجرك ونبتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال لي: أقرئ أمتك مني السلام، عليك الصلاة وعليك السلام يا نبي الله. قال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة، وأن أرضها طيبة، وماءها عذبة، وأن ماءها عذبة، وأنها قيعان، وأن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنها قيعان، وأن غراسها هذه الكلمات. إنك عبد الله بهذه الكلمات تغرس غرسك في الجنة، تزين جنتك عند الله يوم القيامة، فأكثر من غرسك وأكثر من شجرك في الجنة سبحان الله. وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وآخر هذه الفضائل في حديثنا، وليس آخرا، أن هذه الكلمات عباد الله تكون بديلة لمن عجز عن إدراك شيء من القرآن. أي نعم، إن هناك بعض الناس لكبر سن أو مرض أو ضعف لا يستطيعون حفظ القرآن ولا حفظ بعض القرآن، فيكون لهم العوض عن ذلك بهذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنهن عوض لمن لا يستطيع حفظ القرآن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أستطيع أن أدرك شيئا من القرآن. فلعله كان مريضا أو كبيرا أو نحو ذلك، فعلمني شيئا يعوضني عن ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي عوض لك عن ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا من لا تحسن القرآن، ويا من لا تستطيع قراءة القرآن لأي سبب من الأسباب، فلا تعجز عن العوض الذي جعله الله عز وجل لك يعوضك عن فقد ذلك. الأذكار عباد الله، ذكر الله عباد الله، هو أحب الكلام إلى الله من كلام الناس. إن أحب الكلام إلى الله من كلام الناس ذكرهم وثناؤهم عليه سبحانه وتعالى، سواء بهذا الذكر الذي ذكرناه أو بغيره.
وإن كان هذا الذكر هو أحب الكلام. والذكر عباد الله يضمن للقلب الحياة، والذكر عباد الله واجب من الواجبات على العبد في العموم، فلا ينبغي للمسلم في حياته وعمره أن يغفل عن ذكر الله عز وجل بالكلية، وإلا فقد أمر الله بذكره وقال فاذكروني أذكركم. ولقد أمر الله عز وجل بذكره في كل وقت ولم يعين لذلك وقتا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ما من عبادة إلا جعل الله عز وجل لها وقتا إلا الذكر، فإن من فضل الله أنه لم يعين لذلك وقتا. فتذكر الله عز وجل في كل وقت، بالليل والنهار، بالغداة والعشي، بكرة وأصيلة تذكر ربك سبحانه وتعالى. والذكر يضمن للسانك النقاء والرطوبة، أي البعد عن يبس كلام المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والكلمات اليسيرات من ذكر الله عز وجل لا تشق على الأبدان ولا على الألسنة، ولكننا نحن الذين نغفل عن ذلك، وتأخذنا الأحوال والأحداث، ولربما يغيب عن ألسنتنا الأذكار فضلا عن القرآن، ولربما يغيب عن قلوبنا هذه المعاني، فتتشبع قلوبنا بكلام الدنيا الذي ربما يمتلئ بالبغي والظلم والتخريص. ولذا عباد الله، فإنني أوصي نفسي وإياكم في هذه الأيام وفي هذه الساعات خصوصا التي كلنا مشغولون فيها بقضية من القضايا العظيمة، وهي قضية تنصيب حاكم للبلاد، ألا نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وألا نغفل عن أن يكون لنا قسط من هذه الأذكار، وألا يضيع العابد ما كان من عبادة اعتادها في أوقات، ولا يضيع الذاكر ما كان له من أذكار وأوراد انشغالا بما ينشغل به الناس. وإني أنصح نفسي وإياكم ألا تنشغلوا كثيرا بوسائل الإعلام، فإنها والله مما يمرض القلوب ويفسد النفوس، بل ويفسد بين المؤمنين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. كفاك أيها المسلم شيئا من ذلك، تعرف من خلاله ما تحتاج إليه. بل وأنصح بذلك كما هي نصيحة كثير من علمائنا ومشايخنا في هذه الساعات الأخيرة، ألا يتفرغ الناس إلى الفضائيات، لا سيما فضائيات العلمانيين. وعليك إن كان لك حاجة أن تأخذ ذلك من أقرب ذلك من الإسلاميين، والقنوات والفضائيات التي لها ميل إسلامي. وابتعد أخي المسلم عن هذه القنوات وهذه الفضائيات التي صارت الآن والعياذ بالله فتنة البلاد وفتنة العباد. نسأل الله تعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرهم. اللهم أرنا فيهم ما يستحقون، اللهم أرنا في هذه الفضائيات العلمانية ما يستحقون، اللهم أرنا فيهم ما يستحقون، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم كما نفر المسلمين من إسلامهم فأبعدهم عن رحمتك، وأبعدهم عن جنتك، واجعل بأسك عليهم شديد، اللهم اجعل بأسك عليهم شديد. اللهم كما أبعدوا المسلمين عن دينهم ونفروهم إلى إسلامهم، فاجعلهم يا ربنا، واجعل لهم أسوأ ما يستحقون، واجعل لهم أسوأ العذاب، واجعل عليهم بأسك شديد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا،
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل المسلمين على دينك وسنة نبيك، اللهم اجعل المسلمين على دينك وسنة نبيك. اللهم عافهم من كيد العلمانيين والليبراليين، اللهم عافهم من كيد العلمانيين والليبراليين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.